عطفك. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه النافذه الاعلاميه التي نتحدثكم عبر شاشاتي وصفحات جي ميديا، عبر صفحه الالكترونيه على فيسبوك وعبر الموقع الالكتروني. نحن الان في مدرسه بنات الثانوية في بلدة بيت أمر، هذا المركز الاختراع المخصص هنا في هذه البلدة، حيث يخترع ثلاث كتل انتخابية شاركت في هذه الدورة والموزعة على النحو التالي: قائمة مستقلة بالإضافة إلى قائمة صفتها الانتخابية حركة فتح، وقائمة صفتها الانتخابية لجبهة النضال الشعبي. الآن نحن هنا سوف نتحدث مع إحدى اللواتي أو اثنتين من المرشحات للقائمة التي تحمل الصفة مستقلة، القائمة النسوية. بعد الترحيب بك، تعرفين عن نفسك وتحدثين عن كيف الأجواء الانتخابات شايفاها، وتحكينا كمان عن انطباعك كمشاركة في هذه العملية. قائمة بيت أمر للجميع، صبرين خليل المرشحة رقم 2 بالقائمة. بالعكس، اليوم صباحا تم التوجه بالعديد من المشاركين بالانتخابات ونسبة الاقتراع عالية. كنا متفاجئين نوعا ما، بس كانت الخطة جدا جيدة، وإن شاء الله خير النتائج تكون على أرض الواقع، كمان تكون نتائج مرضية للجميع ومحاصصة للجميع بالعدالة. أهم ما في الموضوع أنه يكون الفكر والوعي والثقافة عند المواطن في الشارع الأمري، هي العدالة في المحاصصة، إنه كل حدا بيستحق إنه يكون موجود ضمن هيئة المجتمع المحلي. كيف شايفة سير العملية الانتخابية في المركز؟ سير العملية الانتخابية جيد جدا، وجود مواطنين على صناديق الاقتراع جيد جدا، المناكفات حديقتها يعني ما في مناكفات، ما شفنا مناكفات. هلأ طبيعة المناصرين وطبيعة كيف تجذب المناصر لإلك، هاي طبعا في بعض الانتقادات، بس بغض النظر شو مكان، بالنهاية كل إنسان عارف وين رايح وين شو حاب إنه يصوت. وإحنا كقائمة نسوية كأول مرة عم بنعملها في بلدة بيت أمر، وكفكرة رائدة بغض النظر عن النتائج، فكرة التجربة وإنه إحنا أثبتنا وجودنا كصبايا وخضنا الانتخابات، ويعني بحكي إنه فخر لإلنا كثير جدا، يعني راسي واصل لعنان السماء إنه أنا اليوم عم بوقف في وسط أكبر معركة موجودة في الضفة الغربية، هي المعركة الانتخابية، بعيدا عن السلبيات والإيجابيات اللي بتكون موجودة. طبعا بطبيعة الحال أكبر معركة في ظل تغيب الانتخابات التشريعية والرئاسية. بالانتقال إليك نعيمة عبد الحميد. نعيمة، قائمة نسوية، كلكم يعني قائمة كاملة كلها نسوية، هذه أول قائمة ربما حتى على مستوى الوطن، هيك بتبين. وبيت أمر تبدو وكأنها يعني كعملية استثنائية. كيف أنت شايفة الموضوع من جهتك، وشو اللي بتحمله في داخل القائمة؟ بالضبط، بلدنا بلد ديمقراطي، مش ضد المرأة، وإحنا برضو مش ضد النساء لننزل قائمة نسوية بحتة. إحنا خضنا هاي التجربة كتحدي إلنا، وإن نثبت وجودنا بهذا المجتمع، مجتمع بلدة بيت أمر. تمام. وشايف الأجواء العملية الانتخابية كيف وضعها؟ تمام، العملية الانتخابية طبيعية، ما صار أي مشكلة الحمد لله. طبعا بغض النظر المنافسات بين الأحزاب خص نص، وإحنا هون مين مكان ناجح وناجحة البلدة، الأهم إشي البلدية تكون ناجحة، وبنجاح البلدية هذا انتصار للجميع بغض النظر عن الأحزاب. ونحن هون بقائمة بيت أمر للجميع، القائمة النسوية، داعمين لجميع القوائم، مش بس قائمة معينة. المهم إحنا الهدف واحد، ونجاح البلدة، نجاح البلدة برضو من انتصاراتنا. إحنا حققنا أهداف إن شاء الله، ورح نحققها بنجاحنا ونجاح حلفائنا الأخر، وبتمنى النجاح للجميع، وبتمنى الكل يكون له حصة في هاي البلدية، وإن شاء الله بنحط الرجل المناسب بالمكان المناسب أو الإمرأة المناسبة بالمكان المناسب، وبتمنى يكون لنا دور فعال إحنا كنساء في البلدية وصانعين قرار، ويكون لنا دور فعال برضه في البلدة بإجراء ونجاح مشاريع إن شاء الله وتكون سببها إمرأة. طبعا ذكرت عن موضوع كبلد فعليا ومدينة ديمقراطية، بالطبع هي تحاول أن تكون ديمقراطية قدر المستطاع من خلال هذه العمليات. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. إذن يعني نرى سوية للمشهد الانتخابي كما ترون،
سير العملية الانتخابية في هذه اللحظة. هنا أحد المشاركين أو المرشحين في العملية الانتخابية شادي أبو عياد. شادي، كيف ترى سير العملية الانتخابية هنا في البلدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صوتي شوي بس، نعتذر بس عن الصوت. نرى جو ديمقراطي يشبه التفاهم والتفاؤل إن شاء الله، وسير العملية يسير على قدم وساق بدون أي مشاكل أو أي احتكاكات أو مشاكل بين الأطراف والقوائم، ويسير بعملية سلسة والحمد لله، والمراقبين والوكلاء يقومون بدورهم بشكل إيجابي والمخطط. أنت هنا ممثل عن قائمة كتلة البناء والتحرير التي تحمل الصفة الانتخابية عن حركة فتح. ما الذي تراه هنا في خلال مشاركتك في العملية الانتخابية استثنائيا في هذه المرة في العملية الانتخابية هنا في البلدة؟ أنا الدكتور شادي أبو عياش، طبعا ممثل عن قائمة البناء والتحرير لقائمة فتح، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. هذا العام تبدو أن الانتخابات تسير بمصر مختلف عما صارت عليه الأعوام السابقة، فهناك ثلاث قوائم تتنافس في البلدة، من ضمنها في قائمة توافق وطني بين حماس وكتلة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وكتلة أخرى تقودها جبهة النضال، وحركة فتح في كتلة واحدة. فهذه المنافسة أدت إلى وجود نوع من التنافس الشديد على المقاعد والانتخابات. نامل أن تكون يعني تنتهي الأمور على بشكل سلس وبدون مشاكل الحمد لله إن شاء الله، وتكون تجري الأمور بكل يسر وسهولة. يعني هذه الانتخابات تبدو استثنائية، التنافسية فيها حدتها عالية، يعني زي ما ذكرت القوائم المشتركة هون وهون. هل تخشون خسارة ما خلافا للأعوام السابقة والدورات الانتخابية السابقة؟ لا نستطيع الحكم على هذه الأمور. احنا رصيد حركة فتح في الشارع معروف للناس، وكل حركة لها رصيدها، والأمور لا تستطيع أن يعني نحكي نقول أنه ممكن نقول لها حركة راح تحسم أو كذا إلا بنهاية الاختراع والفرز الأصوات. نعمل أن نكون يعني رصيدنا موجود ونحدث الحسم إن شاء الله. نتمنى التوفيق الأفضل طبعا دائما. شكرا جزيلا لك شادي، تشرفنا بك. مشاهدينا الكرام، إذا في هذه اللحظة تستمر العملية الانتخابية في بلدة بيت عمر كما استمعنا، ويعني من باب تصويب الدقة للحديث عن القوائم التي حملت فعليا صفة الترشح بشكل رسمي ما بين حركة فتح وحركة جبهة النضال الشعبي، وكذلك أيضا قائمة نزلت باسم مستقل، وإن كان بعض الأفراد المشاركين في بعض القوائم ينتمون إلى توجهات مختلفة. بطبيعة الحال هذا هو المشهد الذي يشبه مشاهد أخرى. في هذه اللحظة ممكن أن نتكلم أو يعني عن خاصية تتميز بها هذه الدورة الانتخابية. نحن نتحدث عن سنة كاملة غيبت فيها، يعني سنة كاملة على مرور إخفاق أن تتم الانتخابات التشريعية وكذلك الانتخابات الرئاسية الرسمية في فلسطين، والتي يعني صار يعني التي أحدثت جدلا كبيرا، خاصة وأن الانتخابات لم تتم بسبب ما أعلن عنه بأنه بسبب القدس. الآن في هذه اللحظات وهذه الأيام يحاول الناس من خلال هذا المتنفس أن يعبروا عن اختياراتهم وخياراتهم من خلال هذه العملية التنافسية التي يعني الكل يترقب فيها، وتبدو غير محسومة، وقد تبدو ربما يعني مفتوحة التوقعات، خاصة وأن جامعة بيت لحم في الأونة الأخيرة انتصرت فيها الكتلة التي يعني التي لم تنتصر منذ 25 عاما، وهي الكتلة التي يعني الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، أيضا بالإضافة إلى نقابة المهندسين في الخليل والتي لأول مرة منذ سنوات عديدة خسرت فيها قائمة فتح وربحت فيها قائمة مستقلة تضم مختلف التوجهات. مشاهدينا الكرام، إذن هذا هو المشهد هنا في بلدة بيت عمر. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء. لازم نبين خلص مهم.